زد مانو تعال سلطان عندي لك لغز تعال شفت فصص اللي يبغى يرقد كبده تعال ايش الكلام لغز يا بحور خطير برلونغ بالمال ميروان انقالا برلونغ بالمال ميروان دارونا برلونغ بالمال ميروان دارونا اسمع هذا انت عارف ايش يقول لا والله اسمع برلونغ انقالا دارونا بالمال ميروان دارونا برلونغ انقالا دارونا بالمال ميروان دارونا طيب اجيك اجيك اسمع والله ما تكشفني اول تدري ليه اني ما اقدر غير المبتل والله العظيم اللي عنده حركه عبد الله بس بيك تركز معي شوي اسمع ما عاد اقبله والله ما عاد اقبله غازي روح غازي يا ولد روح الغازي ليه اقلع لا يا ده تشيك انت تبدك فيها بلا مر تبدي فيها كبدة وفيها شكشوكت وفيها خضروات وجميع مسامير القرية ها والله انا بدي اعلق من قفش الروم برلنج لانقل بالماري ويراري برلنج لانقلاري بالماري ويراري فقول فرمين لاري ايش يقول؟ جاب كل شيء ايش يقول؟ عيد بحور عيد ما فهمنا قلنا بالمالي والالي دولابي دولابي ابو فجر ترى هو اسميه المكابح لابو ثور هو اللي يهدي والله تراني والله قاسي معه لا انتبه لا تصدم بس ترى قربت الشيخه يعني اذا سالكم حد كم باقي شيخه ابو ثور قولوا باقي اربع ايام ترى ما عاد الا ابو ثور تكفون نفداكم لا تضعفوني قدام العدو تكفون ما ودي اضعف نشوان قبل ما هو عالم هو عالم هو هو لا لا بحور ابو حور يا ابو حور نشوان هو رايح بعد جاي من هنا ماشي ايه نشوان تبغى تشوف نشوان خليك وراي يا محسن لا خليك لا بطردك وانت نشوان وهرب لا بس خليك بعيد ها يلا انت راكض يلا تعال نشوان يلا مسابقة في السيطرة الله يقراك يا بحور تركيب الحروف يا بحور المسابقة في السيطرة كالآتي ويقول سعد يحطان هذه تنقلونها هناك شوف هو ما من نشوان أمس بغيت أموت تعال إيه روح يا محسن روح خليه أنت كأنك سعد القحطاني يا أبو هجر يلا قول سابقة تنقل الحروف من عندك إلى هنا يلا ناس غدا قبله المفروض طبعا اللفة تسمينهم لقطها على طول قه صفر قول انتهت اللعبة ما وصل على حرب ايه بحسن للحين ينتصب بحسن سلموا لي عليه وقولوا له يطلع من برا بقرد سلموا عليه وقولوا له يطلع من برا سوي دوام لعيدك قبل اخليها اسد في احد الحدائق مرتبه ولا ارادي يا الله لا ولا والله العظيم اللي تعبان يا شو هو نشوان ركض هذا يا الحرام اللي تقول ركضت نشوان صد نشوان لابس جبز ما ذكر مرتين تعال تضحك يا زين نشوان
زين ليش ما ذكر السالفه هذا اليوم؟ امس كان امس يا ولد دينا اعوذ بالله. متى امس الليل؟ ايه بعد البث.